اتمنى هيكي بلكي الله هيكي بيرزعني اوفي هالدينات اللي علي ويشفي لي ابني ونرجع بلادنا. انا ام احمد من كوير بطيخ نازحه من ادلب، صار لي 5 سنين بديت بالستي هون. تاينت هلا علي 3000 يورو مو دولار يورو، بعت ابني عند ما صار يشتغل انكسر الطابع الثاني. بعته بالاول على تركيا، قال تركيا فيها ترحيل وفيها مسك وفيها شيء، يا اما بدي اطلع برغاليا وبلكي بشوف غير دوله. انا اللي تيسر ابني، دينت من هون من هون، بلش يشتغل والله الحمد لله وشغله كويس. انا منيح اشتغل يعني ما في 20 يوم لسه ما حسيت له دق علي، قال يا يوم كيفك؟ قلت له منيحه. قال يا ما انا وقعت من طابع الثاني بالصبح، وهلا بعد ما رحت على المشفى وصوروني وجابوني وكلها تعب خبريك. ايش صار معك؟ قال انكسرت اجري والثاني انصدعت. طب ايش بدك تشتغلي يا خالتي لحتى تأمني اموري؟ عم بدير بها 2 ليرة، بدير هي شلونها؟ مضطراب. شغل حق التنور؟ والله طلبت منهم 1000 بس ما اعطوني 1000. قال نعطيك 700 800. ايه كل هالشهر مو طالع ال 100 دولار؟ لا ما في مو ما في والله 100 ابني ما في شيء. انا برعبتي هذا الشاب وخواته 3 رضي ومريم وخديجه عندي، وفي بنات ابني هودي يعني بكبر 6 اولاد. متذكر كثير هيك شغلات لازم لاولادي وما عم حسين يعملون اياها. يعني هلا اهم شيء اللباس على هالعيد، لا تؤاخذني هلا اللي ما عنده شحاط بده شحاط، اللي ما عنده بديل بده بديل، بشوفوا جاراتنا بيلبسني، جيراننا بيلبسوا، يعني الولد بيلبسني.